السلام عليكم خاوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون هذا الفيديو جينا نديرو على اسمه اللاعب هذاك سيمون موزيس هذاك والمدرب تاعهم، المدرب اللي قال نورمالمون ما خسرناش المباراه، كانت نورمالمون تخلص 2-0. نعطوه في الموضوع هذا ونعطوه ثاني التصريحات تاع اللاعب موزيس واش هضر على المباراه. قال لك الحكم هو اللي خسرنا في المباراه، ولكن حبيت نعطي واحد التعقيب قبل ما نبدا في الموضوع هذا. نقرا لكم واش هضروا. كاين ماشي بزاف، كانوا زوج ثلاث اربع تعليقات كي قلت على بالليلي بار اكزومبل بيتيري قدافات، وكي قلت قلت لكم بالليلي بالعمري تيري قدافات، وكي قلت على مبولحي تيري قدافات. يا اخي العزيز، انا بالعمري مدافع بيكانتي حار، انا كنت نقولها، ولكن انا راني نتكلم على نقطة، ما رانيش نتكلم على مستوى اللاعب، ما رانيش نتكلم على مستوى مبولحي او مستوى بالعمري. مستوى بالعمري مدافع رائع، كنت نحكي على واحد النقطة اللي حكيتها في وقتها. كنا نربحو، ربحنا مباراة، خطرة داير عليه فيديو، ربحنا مباراة والقدفات الفوق اللي ما كانش كاع الزميل تاعو وتخرج حتى مور الغارديان من هي، قلت كفانا من هاد القدفات. وحتى مبولحي انا هاد الامر تطرقت له تاع الصواريخ هادو هما اللي نديروهم. نهار ما فتحت القناة الجديدة درت فيديو على مبولحي، قلت مبولحي يعني حارس رائع جدا جدا جدا، عنده ديفو اللي انا ما يعجبنيش، انه كي يجيه البالون ما يعرفش يلعب برجله. خليني يدرب لي واحد هذيك في قطر، ولا ما رانيش نقول في قطر، حتى في المنتخب نو، راني نتكلم ماشي تدريب لي، راني نتكلم يلعب برجله، انه الكره يخرجها من عنده للدفاع. مبولحي وين يحكم الكره صواريخ ارض جو صواريخ، وتكلمت عليها عده مرات. يعني انا ما رانيش نحكي على المستوى تاع مبولحي او المستوى تاع بالعمري، راني نحكي على نقطه اللي انا طالبت بها جمال بالماضي، واللي شاهد الفيديوهات كثيرا في الاشهر هذه الاخيره، قلت يخصنا حارس اللي يلعب برجله، ولازم نخرجوا الكره بلا ما نتيريوها في السماء. كاين اوقات وين لازم تيري، بصح نحاولوا انه نخرجوا بالكره تبداها من الحارس. وطلبت بالماضي قلت له شوف طريقه اللعب تاع اللاعبين تاع مانشستر سيتي كيفاش يفتحوا المجال للحارس تاعهم، ماشي هو وحده من عنده. وهذه اللي دارها جمال بالماضي البارح. بون نبداو بالفيديو تاعنا موزيس، ان شاء الله نكون وضحت الامور. موزيس هذا سيمون كيما راكم تشوفوا لهنايا، موزا سيمون يلوم الحكم على خسارة سوبر ايجلز امام الجزائر. قال لك القى جناح سوبر ايجلز موزيس سيمون باللوم على مصدر غير متوقع في خسارة نيجيريا الودية امام الجزائر، يعني ما هو اللي خرجنا من المباراة، غير متوقع مشي دخله في اللعب. وهذه الهزيمة الثالثة على التوالي لنيجيريا أمام المنتخب الجزائري في 3 سنوات بعد هزيمتها في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019. لم نحقق العدالة، لم نحقق العدالة. هنا يقصد على الحكم سيمون على مكالمات الحكم. تلقى فريق سوبر إيجلز نداءين إداريين ضدهم بعد أن ألغى الحكم هدف إيدي مولا لوكمان في الشوط الأول بداعي التسلل. سايمون الذي كان كابتن فريق سوبر إيجلز في تلك الليلة نادى على الحكم لعدم تواجده فقط في إدارة المباراة التي أقيمت على ملعب طاطا. في الواقع لم تسر اللعبة بالطريقة التي خططنا لها، هذا هو يهضر، لكنها جزء من العمل لأننا نتعلم كل يوم، وأعتقد أننا سنختار منها كثيرا. نعلم جميعا أن الحكم لم يمنحنا العدالة، قال سيمون. كما ذكرت واسمها بريا هذه اف بي هذه اللي قال لهم في الموقع هذايا. بون أنا شفت ولا نقرا لكم قبل واش راهم يقولون بعد ندخل في الموضوع هذايا. ديلي هذه سبورت بوست هذه تاع نيجيريا، على كل حال قال لك بيسورو راض عن أداء سوبر إيجل رغم الهزيمة أمام الجزائر، وتقدم المنتخب طاطا برياض محرز هدفين رياض محرز رغم من الخسارة النسور الخارقة للمرة الثالثة 5 مباريات تحت قيادته، إلى أن بيسورو لا يزال غير منزعج من نتيجة المباراة. لقد كانت مباراة جيدة، وأظهر المعسكر جودة لاعبينا، وجودهم جماعي كانت، قال لك كانت مباراة صعبة والجزائر فريق جيد، لاعبون يحاولون طاطا. هذه باش نجيب لكم باللي قال زعما الفريق الجزائري جيد. ندخلوا في الموضوع تاعنا واش قال المدرب، كلامه يعني غير مقنع.
ماشي غير مقنع. دوك نفسرها راك تشوف الصفحه هذه هي التصريحات تاعو. على كل حال قال لك ليس خطا اوزوهو، يعني تاع البيت اللي ماركه يوسف عطار. بيسورو يكشف السبب الحقيقي وراء خساره النسور الخارقه امام الجزائر، السبب الحقيقي زعما التحكيم. قال خوسي بيسورو المدير الفني للمنتخب النيجيري ان النسور النيجيريه لم يخسروا مباراه الامس بسبب خطا الحارس فرانسيس اوزوهو، بل كان بسبب سوء الاداره، يعني التحكيم، يعني كنا ما نخسروش البارح وكنا نخرجوا بنتيجه 2-0. تعرض اوزوهو للضرب من مسافه بعيده من يوسف عطال والتي انتهت بالفوز بنتيجه 2-1 لصالح الثعالب الصحراء، ثم وضع عطاء بشكل سيء واخطا في تقدير مسار أمونية نيكوسية هدايا مرمى الكرة، على الرغم من طول الذي قطعته، رغم من كما يقولوا طول المسافة أو طول الوقت المسافة قطعته قبل الوصول إليه، يعني قبل الوصول إلى الشباك. وردا على الخطأ الفادح قال بيسيرو إن الهدف لم يكن اللحظة الحاسمة في المباراة، مش هي اللحظة الحاسمة، هو الحاكم حاب يقصد، بل كان قرار الحاكم عدم منح هدف كان سيضع نيجيريا في المقدمة. وي ماشي تسلل. ودقنا نحكي في الموضوع هذا 2-0 ليحسم المباراة، يعني حب يقول 2-0 وحتى البيت واسمه البيناتي، يعني دقن دخله وألغى الهدف بداعي التسلل، لكن الإعادة أظهرت أنه كان يجب أن يصمد، يعني كان يحسب. ركلة الجزاء لا يمكن أن أقبلها، يعني ممكن نقبلها ركلة الجزاء اللي أعطوها لهم، ممكن نقبلها، يعني ما راهوش راضي بها ولكن ممكن يقبلها. أطلق الكرة قبل أن يمسكه فرانك، يعني وش حب يقول؟ رامي بن سبعين يتير الكرة قبل ما يصدم فيه اللاعب، هذه اللي نوقف عندها 5 دقائق. لاعب كسر له رجله داخل الديزويت بيناتي، هذه أولا. ثانيا أنت ما تخممش باللي اللاعب كي جا راح يتيري البالون شاف هذاك جاي لبنعه فراح يحط رجله يغير مسار الكرة أنه يقذفها بسرعة قبل ما يلحق له الرجل وكذا. ضربة جزاء هذيك لا نقاش فيها، ماشي زعما نتقبلوها ومعليش. وراه يقول لك يجب ان نقبل، يعني خلاص لازم نقبلوها، هي نورمالمون باسكو تير الكره وما تماركاش البيت ومن بعد باش ضربوا في رجله. يا اخي عقليه يا اخي. قال لك لم يكن هناك تسلل عندما سجلنا، كان يجب ان تكون النتيجه 2-0 بالنسبه لنا في تلك المرحله. قال لك يعني كانت النتيجه لازم تكون 2-0. بو خاوتي نبدا في الموضوع. اولا نبدا بواحد الحصه في التلفزيون في الجزائري راح نحكوا على الموضوع هذا بالذات. واحد حاكم قديم خبير زعما وجابوه اللقطه هكذايا تاع بار اكزومبل هدف، وجابوا اللقطه باللي بار اكزومبل مشي هايلي كيفاش وهذا كان سابق وكذا ومنا، ومن بعد هنايا مشي تسلل. حقيقه مشي تسلل، وي مشي تسلل راني معاك، لكن علاش ما درتوش هاد اللقطات في الضربه تاع الكاميرون؟ انت يا المعلق كنت تقول باللي غاساما لاعب او مدرب محترف وذكي و وكنت تقول باللي البيتا اسلام سليماني باللي باليد، وهي ضربه اللهنه ما رايش باليد لان تحسب من النص، يعني كنت ضد التحليل تاع الفيديو. راك شايف رغم انه هذاك اللي دارت عنده الاتحاديه الجزائريه تاعنا هذاك اللي يستعملوه في اوروبا، قال لك مانشستر سيتي وليفربول و هذوك اللي يحلوا المباريات ويعطوا اخطاء المباريات، قال باللي هدف اسلام سليماني صحيح، وقال كاين بيناتي صحيحه. هذوك انتم تقول ماشي بيناتي، يعني شفت كيفاش كي تجوا مع بلاد الناس وكي تجوا ضد بلادكم، هذا امر يعني مفروغ منه. ثانيا نجي نعاود لك، اوكي تسلل حدد خطا، ولكن كي يكون خطا واحد ماشي كيما الماتش تاع الكاميرون، تماركي ما يحسب لكش، تماركي ما يحسب لكش، بيناتي ما يعطي لكش، بيناتي ما يعطي لكش، بيناتي ما يعطي لكش. هنا في اللحظه هذه تاع التسلل نيعن الاربيت كان ما رانيش مبرر، ماشي تسلل، ها نقولها لكم ديرك ماشي تسلل. الاربيت لان اللاعبين تاعنا وزوج لاعبين من القدام تلفت له التسلل ولا لا، لا شكون اللي ماركا وشكون اللي مد الكره، هذه هي اللي تلفت له هنايا ومن بعد رفد ومشي تسلل. ولكن عاود نولي لك ثاني، خلينا تاع بالليلي مشي بيناتي، تاع بالليلي حوس على بيناتي وهضرت عليها وهذا مشكل، ما يحوس على بيناتي على لو كوفرون والعب باللعب تاعك يا اخي العزيز. شوفوا الناس يطيح وينوض، طيح ونوض كمل هذيك تاع نحكي لكم على البيناتي تاع اللي رفد اسلام سليماني عليها الدوزيام بوطو وضربها اسلام سليماني واللاعب خرجها بيده، هذيك في القناه تاع الجزائر ما عاودوهاش اللقطه.
هذيك بيناتي تعاود تخفيف في الماتش، في الماتش تعاودوها خفيف تشوف باللي اللاعب طالع بيدو. اسلام سليماني احتج بزاف يعني، حتى باريزوب نحسبوا لهم الهدف تاعهم، نحسبوا ثانيك البيناتي تاع اسلام سليماني تولي النتيجه شحال 3-2 خلاص الفوز. هو راه يقول لك باللي المدرب تاعهم راه يقول لك باللي احنا خسرنا الحاكم، رغم انه الحاكم عطى للزروقي صفره، يعني حاكم ما كانش مليح 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 بصح، ولكن ما كانش كارثي وما حولش المباراة، لأن لو حول لأن مهما لو كان تعطي لهم الهدف تعطي الإسلام سليماني بيناتي، فهنايا النتيجة تبقى هي هي ويبقى الفوز للجزائر، وحنا لعبنا خير من نيجيريا واستحوذنا على الكرة وكانت عندهم شوية خطورات وكانت عندنا خطورات كثيرة. هذا واش نقدر نقول لكم خاوتي، ما نطوش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.